أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. في البداية أتقدم بالشكر الكبير لكل الذين تواصلوا معنا عبر ملاحظاتهم القيمة أو باقتراحهم مشاركتنا يعني العديد من المواضيع وإرسالها أو عبر تنبيهاتهم التي نأخذها بعين الاعتبار وبكثير من الجد والمسؤولية. حلقة اليوم حلقة مثيرة جدا، وهي تشكل موضوعا حادا للنقاش في المغرب. يتعلق الأمر بالمثلية الجنسية أو المتحولون جنسيا وظهورهم بشكل علني أو من خلال كتاباتهم المثيرة. كيف استقبلهم الجمهور المغربي، وكيف استقبلت كتاباتهم وفيديوهاتهم وآرائهم من خلال ثلاثة محاور، وتلك حكايتنا. صوفيا الطالوني، نور الدومة، فاطمة تاويل والأخريات أو الآخرون بين ثنايا التيه، بين المذكر من جهة والمؤنث من جهة ثانية. التيه بين حلقات الطفولة وتعبيرات الشباب، بين السرية وبين الاختباء، بين التقدم وبين خطوات التراجع، بين مواجهة عقليات وذهنيات مختلفة، وكذلك مواجهة مجتمع صدمته القوية في هؤلاء المثليين كانت كأمر مناص لا هروب منها. تلكم حكاية أشهر المثليين المغاربة برواياتهم، بأحلامهم، بسخافاتهم، وكذلك بما يتحملونها بقسط كبير من المسؤولية. هناك من واتته الجرأة والشجاعة للتعبير عما يختلجه بشكل عفوي من خلال ما يعيشه المغرب من تغيرات عميقة، وما يعيشه كذلك المجتمع المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التواصل واستغلال هذه الميديا الجديدة، اليوتيوب أو قنوات اليوتيوب، انستغرام، الفيسبوك، واستغلالها كبوابات للبوح العفوي والتعبير عما يختلج هذه الأجساد من ثنائيات قاتلة ومن تضاد وهواجس وإكراهات في محاولة للتخلص منها، وهي محاولات حثيثة تحمل معها حكايات دفينة في محاولة للخروج منها رغم محاولات قتلها في المهد والتي باءت بالفشل. الحكاية الثانية بشكل واع عبر الكاتب المغربي عبد الطايع، وهو من الكتاب المغاربة الذين يكتبون باللغة الفرنسية، للإشارة هو من مواليد 1973 بسلة، وهو أول كاتب مغربي يعبر صراحة عن مثليته الجنسية في سيرته الذاتية. وقد أثارت كتاباته ردود فعل قوية ومتنوعة بين مؤيد وبين معارض حول مسألة المثلية الجنسية، وهي تشكل إحدى الطابوهات الكبرى وموضوعا حادا للنقاش ينقسم فيه المجتمع حول نفسه وحول مفهومها
وحول علاقاتها وحول تشعباتها وحول الموضوع بصفة عامة. عبد الطايع عبر عما يعيشه وما يختلجه من أحاسيس دون مواربة، عبر عن أحاسيسه وتحولاته في مجموعة من أعمال إبداعية، ووصف مثليته بأنها تدخل في باب الحريات الفردية، ولا يجوز حسب اعتقاده التدخل فيها وقمعه بشكل مطلق من خلال يعني أعمال يعني بدأها ويستمر فيها إلى يومنا هذا، من بينها من طبيعة الحال حمزة الطربوش سنة 2004 وجيش الإنقاذ سنة 2006 ورسائل إلى شاب مغربي سنة 2009 ويوم الملك سنة 2010. من طبيعة الحال يبقى حاجز الترجمة حائلا للوصول إلى لب هذه الأعمال لدى شرائح اجتماعية مختلفة، وتلك حكاية أخرى. لكن الدومة صوفيا الطالوني، نور، فاطمة التاويل، عبد الطايع يعبرون عن مثلياتهم كل واحد بطريقته الخاصة وللناس في خلقه شؤون. إذن نبدأ حكايتنا الثالثة، البحث عن الهوية الجنسية للشخص ليست طريقا سهلة وليست كذلك طريقا مفروشة بالورود، ولكن حينما يتم العثور على هذه الهوية الجنسية ليس من السهل التعبير عنها في مجتمعات محافظة كالمجتمع المغربي والمجتمعات العربية، وتلك حكاية أخرى. لقرون عديدة تم الاعتراض بشدة على الشذوذ الجنسي وأنواعه وعن مظاهر المثليين وتحولاتهم الجنسية، وما زالت بلدان تنظر بعين الريبة والارتياب لهؤلاء الأشخاص، بل هناك بلدان تعاقب بالسجن على الظهور العلني للمتحولين جنسيا بدعوى إفساد أخلاقيات المجتمع. في ظل هذه الأجواء وهذه التحديات قدم العديد من الكتاب المشهورين روايات شهيرة جدا عن عوالم المثليين وعذاباتهم برؤى مختلفة، بعضها تم نقله إلى شاشة السينما. نبدأ مع لويس غري مارتين نشر مجموعة من الروايات عن عوالم المتحولين جنسيا وعن المثليين وعوالمهم، يعني بدءا من روايته الأيادي المقطوعة سنة 2009، ثم روايته الثانية كل الجرائم ارتكبت باسم الحب سنة 2013، ثم سنة 2015 روايته الحياة الخاطئة. أما روايته الشهيرة الحب بالمعكوس أو بالمقلوب أو الحب بالتضاد حسب الترجمة العربية، حيث قدم رؤية لوجود شخص على حافة الهاوية في وقت كان ينظر فيه على أن هذه المثلية أنها اتجاه
خاطئ للانحراف الكبير. لويس غري مارتين هذا الروائي ليس وحده من كتب عن عوالم المثليين. نسوق المثال الثاني، الكاتب الأمريكي جون إيرفين تحدث وحارب من أجل المحرمات الجنسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث عن ثنائية الجنس في روايته الشهيرة أشخاص مثلي. النموذج الثالث، في عام 2016 الكاتبة الأمريكية هانيا يانيغارا طبيعة الحال وهي من أصول أمريكية كورية تكتب رواية شهيرة عن مشاهد لحياة صغيرة لشاب يافع تعرض لسوء المعاملة في طفولته بعنوان إنها حياة قليلة جدا. من الرواية إلى السينما، صورت السينما رواية القصص التي رواها آني برولوكس في فيلم جبل بروكباك حول العلاقة الجنسية والمثلية والمعقدة بين رجلين، بدورها الكاتبة باتريسيا هاي سميث في روايتها كارول حول الرغبة الجنسية الخفية والمحمومة لشغف امرأتين بالجنس وتقابلاته وكل الأجواء التي يعتمر فيها. وأخيرا رواية موريس للمؤلف الشهير أم فوستر حول البحث عن الهوية الجنسية لشاب في إنجلترا في بداية القرن. وأخيرا رواية أليكسيس حول معركة بلا جدوى وبلا فائدة بقلم مارغريت يوسينار، حيث تعرض الرجل وزوجته حيث يعرض الرجل زوجته للخداع وللخديعة، وهو هذا الرجل يعيش تحولات عميقة جسديا على أنه مثلي، وعن التعبير عن رغبات الجسد الغامضة إبان الأزمة الاقتصادية لسنة 1929. La conclusion أو خلاصة القول، أن موضوع المثلية الجنسية وطرحه موضوع شائك ومعقد يحتاج للروية ويحتاج للصبر ويحتاج كذلك لنقاش مستفيض من جوانب نفسية وبسيكولوجية وسوسيولوجية عن أهمية هذه التحولات وهذه الانفجارات المدوية في هذه الأجساد، مثل هؤلاء النماذج اللي طرحنا من المغاربة أو من الغربيين. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الله الساورة، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، لكم جزيل الشكر على تفاعلكم، ونحن ننصت لاهتماماتكم وآرائكم بقلب مفتوح. كل المنى، أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.